تلعب فيه بتحكي لي مش شغلك انا هذا الجيتار. طيب اوكي نفس الكلام يرجع من اول شيء. كان عندنا ايفال معلش بديش طلع كان عندنا ايفال شك كان عندنا ايفال ايفال وكنت قاعد عم اشتغل قلت لي مع الموسيقار الكبير محمد علي لا مع الموسيقار غير بس محمد باسل محمد عبد الوهاب باسل باسل الخوري شيك هو يعني شو في فرق بين محمد عبد الوهاب وباسل لشو عم تضحكوا انت سمع له صوته لباسل يعني يا ما ايام انا بكون ماشي مثلا بالكلوار فوق بالممشى وبسمع صوت باسل بسمع صوت عبد الوهاب بيطلع باسل ولك شو قصتك يا باسل لشو عم تتعدى عبد الوهاب سرق له صوته بقوم باسل بقول لا يا اخي عبد الوهاب سرق لي صوتي كيف شكل عبد الوهاب سرق لي صوتك مع اكبر منك اي نعم تقمصوا يا الناس بتتقمص لقدام ما بتتقمص لورا لك حاجة تخفق لي راسي بعرف انه هذا صوتي من وين جاب صوته عبد الوهاب ما بعرف المهم عم تنضرب يا ملأ عم تنضرب يا ملأ نعم نعم اطربنا دخن لايكو عندكم تمرين بدي اطلب منكم تمرين هذا الستاند اب كوميدي صح بدي ايه بدي اطلب منكم تمرين ممنوع بقى تحكوا مع بعضكم بشكل واقعي احنا على فكره دائما بنعملها احنا دائما كثير بنتخبط على بعض ايه مش عارف لما نجي الطبيعيه بس تيجي توقف هون ما لا ما خدها شو فرق بين هون والحياه الطبيعيه يا هو قاعد معكم ما عم حط لكم فحص ما عملكم ما في فارق بين الحياه والمسرح انا ما فيكم تعرفوا امتى بكون عم مثل امتى بكون عم اطلع انا هيك ما عرفتوا ما شرحتوا وبعدين امبارح انا عم مثل انه ما نكون جديين صرتوا تقولوا لها لهيدي طاهره هيدي يعمل لها سلطاني يقول لها اعملي له وهيك بدربك وهيدي فز من هون وبعدين شو لون طعمه هيدي بدل ما هي ما اعطيتها شانس اعطيتها فرصه انه تمثل معي لخليها تحس بالدور واز انتو فت انا مطمش هوني صرتوا يعطوها اشارات وتلعبوا بدل ما تتابعوا هيدي ما بيصير هيدي ولدني ويمكن عشان كتار احنا شوي ما خص يا اخي ولدني 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 ما انا طالع مثل مع الشخص وبعرف حالي بس اطلع معي وصل بفرض علي بس كون عم واقف بمواجهتي ما في يلعب معي لانه واقف يعني ما في يخرج عن السكه لان انا دائما عم بحطه بالسكه طريقه نظرتي معه عم يحس انه عم شوفه عم يحس انه عم اتعامل معه هلا هو هلا مش واحد تاني فهمت كيف علي عم يحس انه الكلمه اللي بوجه له اياها بعينيه اتفقنا روح اشتغله سير جرب بس مره واحده اطلع رح احكي لك عن قصة صارت معي انا لمدة 4 سنين في الجامعة اوكي انا صرت سنة خامسة في الكورس اخذني وقت شوي لتخرج لانه الموسيقى اخذت شوي وقت كثير من حياتي على العموم لمدة 4 سنين في الجامعة يعني لقيت بمشكلة ما بدك تعرف فيها اللي صار انه اول ما دخلت على الجامعة كنت بدرس حقوق وكان معي وحدة بالمحاضرة للأسف الشديد يعني بأكل جمال الروح وعلى عين والرأس بس للأسف الشديد هي يعني كشكلا يعني ما غير مقبولة بشريا يعني إنه بتطلع عليها ما بتخيلها بني آدم يعني مع احترام الشديد يعني بس حلوة أو قبيحة جدا قبيحة كتير اللي صار إنه قررت إنه أنا مستلطفها كيف وليش ما بعرف أنا بحياتي ما اطلعت عليها بس قررت إنه أنا مستلطفها وصارت ترمي حالها بطريقة غريبة عجيبة يعني علي وتحطني بمواقف بايخة يعني أكون واقف مثلا مع بنت حلوة ودي أحكي معها ما لقيها ولا جاي شو بتعمل هون تعمل لي أو مين هاي وإشياء يعني تحطني بمواقف زبالة ومرة بواحدة من المحاضرات الجامعة كنت مقرب أنا وقاعد بعيد على اليمين وهي قاعدة كنت أستمتع يعني أبعد عنها قد ما بقدر فقاعدة هي بآخر صف هناك وأنا آخر صف هون وعم بدي اعطس معيش محرمه فعم بطلع على اللي جنبي وبهالهدا وهيك بحكي له معك محرمه وكانت المحاضره شغاله المحاضره كانت شغاله
بسمع صوت دش دش خبط وركض واحد عمري يكون المحرمة طالعة بوجهي إنه جايب نص بعرفش من وين إجت طلعت بالمحرمة وظلت لمدة تقريبا 4 سنين وين ما أروح وين ما أروح طلعة يعني بحس إنه بدي أفتح الحنفية تنزل كمان شوية مش مستحيل يعني بدي طلع ولعبين لعبين ما صار معي آخر إشي موقف صار معي آخر موقف إنه اضطريت أضحك عليها وأحكي لها إنه أنا وياك رح نحب بعض بس أنا عندي مشكلة إني أنا مسافر واللي خلصني بالموضوع هو ستار أكاديمي إنه أنا طالع ستار أكاديمي ووعدت إنه أنا لما رح أرجع رح أحكي معها ورح هل ناطرتك على المطار عم تتابع يومياتك لك خبرت قصة بشكل واقعي بعد أنه هي بدأ يكون مضخم ما في كان بمحلات كان في مواقف شوي هيك مسطرة سخرة مضخمة بس ممكن إعادة حكايتها بشكل مضخم أكتر نشتغل عليها بعدين شو مسي ميشال بس شو بدك إياهم بعد خلاص خلاص بدي الشباب يلا بدي خلك واحد لا مقدمين كلهم اوكي اعطيك العافيه يلا ماشي ايه حبيبي باي باي كيفك يا شباب الحمد لله كل زين يا عم شو اه ايه ما بدي تمام يلا بعد يا